اهلا بحضراتكم. يمكن من اوائل الاخبار اللي قلناها النهارده في الحلقه انه اخيرا، عارف انت كان زمان يقولك تم بحمد الله، تم بحمد الله انشاء صندوق الخسائر والاضرار، واللي بيعتبروا كثيرين انجاز تاريخي او حقيقي لمؤتمر المناخ كوب 27 واللي كان بينعقد في شرم الشيخ جمهوريه مصر العربيه. طيب خلينا نفهم ايه هي اهميه هذا الصندوق، ولماذا قد يعتبر الكثيرين انه انجاز تاريخي او انجاز حقيقي. دكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئه بجامعه عين شمس منورنا داخل الاستوديو. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ازي صحه دكتور؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. هل نقدر نقول انه صندوق الخسائر والاضرار هو فعلا انجاز تاريخي للقمه؟ لا شك في ذلك حضرتك. وانا الحقيقه عايز اقول ان قبل الاتفاقيه الاطاريه، ما تبقى الاتفاقيه الاطاريه في 92 في ريو دي جانيرو، قبليها بسنه 91 اجتمعت الدول الناميه، خاصه الدول اللي هي الجزر الصغيره اللي هي سمول اندبندنت ديفلوبمنت ستيتس السيدز، اللي هي طبعا مشكله عندها مع ارتفاع سطح مستوى سطح البحر. للاسف الشديد كتير من السيناريوهات بتقول ان هي هتختفي هذه الجزر. فاجتمعوا وكان الـ يعني سبب قلقهم في هذا الموضوع ان تداعيات التغيرات المناخيه هتيجي عليهم وهيكون هناك خسائر بالغه، في منها ما يمكن التكيف معه الادابتيشن، وفي منها ما بعد مرحله الادابتيشن زي ما حصل في باكستان في الشهور القليله الماضيه، الناس بسبب الفيضانات والسيول اللي توفوا، فهنعوض حتى الخسائر البشريه ازاي. في طبعا حصل خسائر في البنيه الاساسيه دي، ممكن هي يعاد بنائها وتعميرها، ولكن في بعض الجزر بسبب الفيضانات ارتفاع مستوى سطح البحر وبسبب هذه السيول ان اختفت بعض الاثار الثقافيه اللي خاصه بمعتقداتهم وازيلت بالكامل. فايا نحن بنتكلم على ان هذه الدول الناميه سيقع عليها ضرر كبير جدا، وهي ليست اساسا جزء من المشكله، فلازم تدور على كيف يمكن ان تكون جزء من الحل. فهم ابتدوا يجتمعوا من سنه 91 ويناشدوا الدول المتقدمه على ان هي لابد من تخصيص، مش بنتكلم على تمويل مناخي اللي هو عشان خاطر يعملوا مشروعات لل مواجهة التغيرات المناخية، سواء تخفيف الميتيجيشن أو الأدابتيشن التكيف، لا، هو بيتكلموا على ماذا إن حدثت أضرار ما بعد مرحلة التكيف، وإن إحنا نحاول نتكيف، هيحصل أضرار ولا يمكن عكسها، الريفرس مش هتتعكس، فيبقى لازم ناخد تعويض. تصور حضرتك إن من سنة 91 ومع وجود مجموعات اللي هي تاسك فورس اللي هي فرق عمل اللي هي سانتياغو ومع الورسو جروب وكده، لم يدرك هذا البند الهام جدا اللي هو الخساره والاضرار لوس اند دامج في اي من المؤتمرات اللي هي الاطراف ال 26 السابقه. ولكن الحمد لله، وده انجاز اخر، ان استطاعت الدبلوماسيه المصريه والدبلوماسيه المناخيه حصول اجماع يعني ما بين الدول سواء متقدمة أو نامية على إدراج هذا البند على جدول أعمال كوب 27 في شرم الشيخ. وده طبعا كان إنجاز. ليه؟ الدول المتقدمة اللي هي أساسا عندها مسؤولية تاريخية في الانبعاثات منذ الثورة الصناعية مش عايزة تفتح ملف التعويضات، لأن هيفتح عليها زي ما بيقولوا بوابات الجحيم. بوابات الجحيم بالظبط كده حضرتك. فهم مش عايزين يفتحوا هذا الملف، ولكن هم مستعدين ان هم يدفعوا مساعدات انسانيه لما يحدث الخسائر، يعني حصل في باكستان ونيجيريا وهنا وهنا، هم يقولوا ايه؟ احنا هنبعت مساعدات انسانيه على سبيل ان دي ناحيه انسانيه وليست الزاما عليها ان احنا نعمل، لكن لو في صندوق التعويضات هيبقى في الزام. هيبقى في الزام. يعني هم دلوقتي بيتكلموا على التزام اخلاقي وادبي ان احنا هنساعد ونعمل، ولكن في صندوق التعويضات احنا هيكون في اليه للمصادر التمويل، اليه للصرف على ايه، وتعريف ما هي الخسائر والاضرار، يعني لازم يحط ديفينيشن تعريف كامل
عشان مش يكون في علاقة سببية، مش أي حاجة طبيعية تحصل. ما أنت عارف حضرتك أن التغيرات المناخية في جزء منها أو التلوث عامة جزء يعني طبيعي، وفي جزء مثلاً متسبب فيه النشاط الإنساني، وفي النشاط الإنساني. وبالتالي لابد ان احنا نكون محددين جدا ما يندرج تحت النشاط الانساني وما يندرج تحت الانبعاثات التراكميه للدول الصناعيه. فدي كانت انجاز تاريخي، يعني احنا صنعنا التاريخ بوجود هذا البند اولا على المحادثات بعد 26 مؤتمر ما يبقاش موجود، ثم ثانيا الاجماع، هو كله بكونسنسس، كله بتوافق، يعني هناك توافق على إنشاء هذا الصندوق. التفاصيل طبعا هتيجي، لأن طبعا ما لحقوش إنهم يعملوا التفاصيل. التفاصيل ده هتاخد شهور، وهتاخد لجان فنية، وهتاخد سياسة كتيرة جدا. ليه؟ لأن في مشكلة على الموضوع ده. هندفع لمين؟ الدول الأكثر هشاشة ولا الدول الأكثر تضرر؟ ففي طبعا يعني هناك. وبعدين حضرتك تعريف الدول النامية، يعني الصين على سبيل المثال هي أول دولة في الانبعاثات، ولكن هي حسب تعريف الأمم المتحدة هي دولة نامية. طيب، ولكن حضرتك مع انتهاء العقد اللي احنا فيه، يعني على 2030 سيصبح الانبعاثات التراكمية للصين عدت أمريكا وعدت الدول التانية. فإذا لو احنا هنتكلم على دولة نامية يبقى مش هتدفع، هتاخد تتلقى مساعدات وتعويضات. لو اتكلمنا على الكميات التراكمية للانبعاثات بتاعتها على 2030، لا هتصبح هتتغير الحالة بتاعتها، من تدفع هتدفع. فدي طبعا لازالت حضرتك مسائل خلافية. وأنا ما يعني أنا بقول كخطوة أولى ممتاز جدا إن هي تم إنشاء هذا الصندوق، ولكن هنحتاج بقى لسه شغل كتير ولجان فنية ودبلوماسية مناخية أخرى هتمتد إلى كوب 28 في دولة الإمارات العربية إن شاء الله. خشيتي دايما يا دكتور من مسألة الوزن السياسي، يعني أنا خريج اقتصاد، ولما دخلت الكلية بقى فقلت أنا عايز أتخصص، فكان وقتها الحكاية لسه طلع الاقتصاد البيئي، وشيئا فشيئا غيرت ودخلت تخصصت في الاقتصاد الدولي وبعدين اقتصاديات الشرق الأوسط. وبسبب ده او بالادق ده ليه؟ بسبب فكره الوزن الاقتصادي، وبالتالي للاسف الوزن السياسي والمعيار السياسي في العمل. كنا وحتى استاذنا يعني الاقتصاد مفترض ان هو اللي بيحرك السياسه، بس في الملف ده على ما يبدو السياسه هتحرك الاقتصاد وتوجهه وتحيد بعض الحاجات. يعني دول كتير ومن الولايات المتحده الامريكيه هتاخد مواقف شديده تجاه الصين، فيبقى السؤال احنا كده واقعين في جدل، هو انا هتعامل مع الصين ازاي زي ما حضرتك قلت؟ طب انا هتعامل ازاي مع دول افريقيا؟ طيب انا هتعامل ازاي مع دول امريكا اللاتينيه بصرف النظر عن علاقاتها السياسيه بواشنطن والبيت الابيض، وانا متسبب رئيسي في تجريف او في قطع الغابات بتاعه الامازون، ايهما اسبق والحل هيجي ازاي؟ انا هبتدي الاجابه على سؤال سؤال حضرتك على فكره كبير يعني قوي، فانا فانا بس هاخده جزئيه جزئيه. اولا احنا اتعلمنا حضرتك في الاقتصادات البيئه ان احد المبادئ الهامه هي الملوث يدفع الثمن، بوليوتر بيس برنسبل بي بي بي. لكن لما جينا عند الانبعاثات الغازات الاحتباس الحراري او الكربون عامه، يعني ما حدش اتكلم على ان صاحب اكبر انبعاث هو اللي يدفع الثمن. احنا قلنا الملوث، لكن لما جم على الانبعاثات سابوها مبهمه. لو كنا مشينا على هذا المبدأ حضرتك كان الدول الكبرى كانت دفعت الثمن قبل ما نوصل إلى موضوع التعويضات والكلام ده كله. طب ليه حضرتك لم يطبق مبدأ التلوث على مبدأ الانبعاثات الكربونية؟ لأن التلوث هو محلي، أما التغيرات المناخية فهي عابرة القارات وعابرة الدول والحدود السيادية للدول، جلوبال. فبيحصل إيه بقى في حتة السياسة؟ إن حضرتك بترجح المصالح الوطنية على مصالح الكوكب. خد بال حضرتك، أنت في التلوث حضرتك تيجي تقول إيه؟ طبعًا هو في تلوث عابر برضه وكده وبتاع، مفيش مشكلة، ولكن غالبية التلوث بيبقى إيه؟ محلي. يعني مصنع عملنا كذا عملنا كذا، طبعًا في ما بين كندا وأمريكا حكاية الأسيد رين اللي هي الأمطار الحمضية وبتاع، بس
يعني مش قويه زي بقيه اللي هو التغيرات المناخيه. فهم لما جينا حضرتك نتكلم على موضوع التغيرات المناخيه قالوا لا، سنرجح المصالح الوطنيه على مصالح هذا الكوكب على حساب الدول الناميه، لان الدول الناميه هي اكثر هشاشه. يعني هدي حضرتك مثال، حضرتك اكثر دول عندها هشاشه vulnerability في التغيرات المناخيه وسيقع عليها ضرر بالغ جدا، هي نصها في العالم كله موجود في افريقيا. افريقيا مساهمتها في الانبعاثات الغازات الاحتباس الحراري او الكربون 3%، ال 54 دوله بيمثلوا 3% في العالم كله، الكوكب كله. هل هذا يتناسب حضرتك مع الضرر اللي هيقع عليها؟ طبعا لا. ده عشان كده عم بيقول اين العداله المناخيه. الصندوق ده اللي حضرتك تفضلت بيه هو جزء من الكل، لان العداله المناخيه بتقول ايه؟ هي مش بس حكايه ان احنا ناخد تعويضات، احنا مش عايزين ناخد تعويضات، احنا مش عايزين ضرر يقع علينا عشان ناخد تعويضات، احنا عايزين نعمل مش نهايه الانبوب الاند اوف بايب، ان انا استنى لغايه ما الضرر يقع علينا عشان اجي اقول طب اديني تعويض، لا. انا عايز احول دون وقوع الضرر. بالظبط كده. نعمل ايه بقى حضرتك؟ ان احنا نقول لهم اولا تدونا تمويل مناخي عشان نشتغل في قضيه ان احنا نحمي نفسنا ونكيف نفسنا من التغيرات المناخيه، وثانيا ان احنا نطلب منكم انتوا كمان انكم انتوا تعملوا تحول جذري في سياساتكم، بحيث انك انت مش لازم في النهايه ان انت تطلب مني انا اعمل تخفيف. التخفيف معناه ان انا اقلل البصمه الكربونيه بتاعتي والانبعاثات الكربونيه بتاعتي. انا مش عايز ان انا كدوله دول افريقيا حضرتك 3% دي هيقللوا اكتر من كده ايه؟ ده احنا لسه في دول افريقيا ما عندهمش كتير منهم، ما عندهمش كهرباء، كتير ما عندهمش صرف صحي ومياه و يعني مناحي الحياه اللي هي الاساسيه الضروريه للحياه الكريمه. فلما يجوا يبتدوا حضرتك يخشوا يا دوب ان هم يوفروا للناس المواطنين بتوعهم هذه الحياه الكريمه، يقول لك لا، انت تعمل تحول من الوقود الاحفوري الى الطاقه الجديده والمتجدده. مفيش مشكله، ده كلام جميل، ده مصر ابتدينا في الكلام ده بقالنا كذا يعني في السنوات القليله الماضيه، ده هو التحول الى الاقتصاد الاخضر، زي ما حضرتك قلت برضه الاقتصاد الاخضر. تحولنا ولسه بنتحول، يعني هي اتس ا بروسس، هي عمليه تاخد وقت وبتاخد جهد وبتاخد تمويل، تاخد تمويل كبير جدا عشان تتحول، لكن خد بال حضرتك هذا الاستثمار هو في المستقبل، في الاجيال القادمه. وعلى فكره انا بس هاخد حضرتك كده في نقطه صغيره. اتفضل. اللي حصل في اوروبا من ان هم ما كانوش قادرين ولا زالوا يامنوا امدادات الطاقه التقليديه اللي هي الغاز الطبيعي، تسبب في الاسراع في التحول الى الطاقه الجديده والمتجدده، فرب ذره نافعه. يعني هم مش قادرين يامنوا نفسهم، فراحوا بسرعه يدوروا على البلاد اللي ابتدت في الموضوع ده زي مصر، وابتدوا يمضوا معانا بروتوكولات عشان نكون احنا مركز اقليمي. احنا قريبين جدا من اوروبا، مركز استراتيجي، احنا يعني خطير جدا، نقدر ان احنا نمدهم بالطاقه الجديده والمتجدده. الحمد لله عندنا شمس ممتازه، الهواء الويند اطلس، الاطلس الرياح عندنا بيقول ان عندنا منطقه الزعفرانه وجبل الزيت والعين السخنه فيها رياح يعني قويه جدا. عندنا المقومات حضرتك ان احنا نكون مركز اقليمي، وابتدينا. بس بنعمل ايه بقى حضرتك؟ تنويع مصادر الطاقه الجديده والمتجدده، ما اعتمدناش على حاجه واحده. ليه؟ عشان ده اسمه الامن، امن الطاقه، ملف امن الطاقه مهم جدا، ان حضرتك عارف انه هيحصل تحول من الوقود الاحفوري، لو ما حصلش بكره هيحصل بعده. ساعتها بقى الناس عندنا في مصر هيكون الطاقه ياخدوها شكلها ايه؟ عشان كده احنا قلنا 42% من الطاقه بتاعتنا هتكون طاقه جديده ومتجدده 2035. اللي حصل لما الولايات المتحده عملت المبادره بتاعتها في 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 قمه المناخ، قدرنا ان احنا هنستبدل 5 جيجا وات اللي بنحرقهم عشان غاز طبيعي الى 10 جيجا وات طاقه جديده ومتجدده، رياح وتوسع في بنبان وكده. هتخلي هذا الجدول الزمني من 2035 يصل الى 2030. فسرعنا في هذا الموضوع بسبب ان في ضغط في اوروبا، وفي ايضا
أمريكا فيها يعني إرادة سياسية إن هي عايزة تساعد الدول على الأقل الإدارة الموجودة الحالية. خد بال حضرتك يعني هي سياسة، أنت حضرتك بتتكلم في الإدارة السابقة كان في انسحاب أصلا، كان في دينايل، كان في تشكيك، كان في رفض لفكرة التغيرات المناخية. فالحمد لله إحنا وصلنا إلى نقطة إن لما الغرب والدول المتقدمة بيشوفوا إن في دولة عندها إرادة سياسية جادة وقوية وعايزة تنفذ حاجات على الأرض هم بيساعدوا، لو ما لقوش الحكاية دي بتحصل بيمشوا وبيروحوا دولة أخرى. لما جم شافونا هنا بنعمل هذه المشروعات كلها قالك لا ده في تنفيذ، ده في حاجات بتحصل على الأرض، احنا عايزين ناخد اللقطة مع الدولة دي. خد بال حضرتك هم عايزين يوروا ان هم فاعلين، ان هم تعاون دولي، ان هم في شريك تنموي قوي معانا. لازم يعملوا كده لان قدام المجتمع الدولي الدور الكبرى هتقول ايه؟ ان هم تسببوا في تغيرات المناخيه، طب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ ادي احنا بنساعده، بس اين الشريك القوي الذي لديه الاراده السياسيه ان هو يعمل حاجه؟ قولا واحدا هي السياسه، ولكن الاراده السياسيه هي اللي بتخلي الدول المجتمع الدولي يتفقوا على خارطه طريق عشان ننقذ الكوكب ده. لولا وجود إرادة سياسية مش هيحصل أي حاجة. حلو جدا. أنا هستأذن يا دكتور، هروح لفصل سريع جدا، وعايز أرجع على مسألة إذا أنا أصبح أو بالأدق حجم الطلب في أوروبا على هذا النوع من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى آخره كبير بما يكفي ان هو يبقى له مردود اقتصادي حقيقي على الدول التي تنتج هذه الطاقة. في الحالة دي مصر أصبحت هي المركز الإقليمي، ده لي مردود اقتصادي كبير زي ما نقول كده فيزبل مجدي، انا طبعا في احلامي يعني مجدي جدا قوي خالص لدرجه الثراء. دي اسئله، خلونا نروح للفاصل ونرجع مره تانية للدكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئه بجامعه عين شمس. استنونا. بالمناسبة دكتور علاء قال لي على شوية حاجات في الفصل مش هقولها على الهوى تدعو حبتين للتفاؤل يعني بخصوص مستقبل الكوكب والسياسة الدولية، لكن خلونا أولا نرحب مرة تانية بدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس. وهرجع على بقى المسألة بتاعت هل الطلب على الطاقة دي في أوروبا كافي إلى أنه يخلق حقيقي رواج لهذا النوع من الطاقة في مصر باعتبارها هي المركز الإقليمي ومركز كبير في العالم لإنتاجها وتصديرها؟ طيب خليني أبتدي حضرتك الأول أتكلم على الطاقة الشمسية يعني بس أنا بقارن ما بين حاجتين. في العشر سنوات الأخيرة تكلفة الخلايا اللي هي الفوتوفولتايك سيلز اللي بتنتج اللي بتدي الطاقة من الشمس انخفضت بمقدار 85% تكلفة إنتاج هذه الخلايا في العشر سنوات اللي فاتت بسبب الريسيرش ديفلوبمنت البحوث والتطوير والإنتاج الكبير الماس برودكشن قدر يخفض التكلفة بحوالي 85%. فده معناها إيه حضرتك؟ إن إحنا لما كنا بنبتدي الأول نعمل حساباتنا كفيزيبيليتي كدراسات جدوى كنا بنعمل حسابنا إن التكلفة هتبقى كذا كيلو وات أو كيلو وات ساعة هتنتج بيه مثلا 10 سنت، أنت بتوصل أقل من سنت يمكن. فدي معناها ان هناك طفره كبيره جدا بسبب الطلب وبسبب البحوث والتطوير وبسبب الانتاج الكبير الدنيا بتمشي بتتطور. بالنسبه للطاقات الجديده والمتجدده احنا حضرتك بنحسبها بطريقه تانية، هناك فارق طبعا حضرتك اقتصادي يعني تلميذ يعني لا لا عفوا يا فندم، ان هناك الفرق بين المردود الاقتصادي والمردود المالي financial versus economic. المردود المالي او العائد المالي او عائد على الاستثمار من الناحيه الماليه هي تدفقات ماليه داخل ان واوت وبنحسب التكلفه وبنحسب العائد معدل العائد الداخلي على الدخار الار او اي الان بي في الاي ار الحاجات دي. بالنسبه للعائد الاقتصادي احنا بندخل فيه الكلفه والمنفعه على المجتمع ككل، المنفعة مش الخاصة، احنا في المردود المالي بنتكلم على التكاليف الخاصة
والمنفعه الخاصه والعائد المارجن اللي هو البروفيت اللي هو عائد الربح الخاص بالمستثمر او صاحب هذا المشروع اللي هو الانتربرينور او صاحب رائد الاعمال في هذا الموضوع. بالنسبه للناحيه الاخرى استخدام الطاقه دايما بنحسب له المردود الاقتصادي اللي هو بيعود بالنفع او الضرر على المجتمع. يعني حضرتك لو احنا بنستعمل مورد طاقه بيؤدي الى تلوث وهذا التلوث بيضر صحه الناس وعافيتهم ويقلل انتاجيتهم وعدم شعورهم بالراحه والطمانينه الى اخره الى اخره وياثر على التنوع البيولوجي وده لابد ان يتم حسبان هذه الخسائر كجزء من التكلفه الاجتماعيه اللي تعود على المجتمع. فلما بنيجي نحسب الطاقه الجديده والمتجدده نحسبها بطريقه ثانيه. الموضوع مش مجرد عائد وخساره، احنا بنحسبها من ناحيه ان النفع اللي هيعود على هذا الكوكب بقى نتكلم على التغيرات المناخيه على الكوكب كله اكتر بكتير جدا من العائد اللي هيعود على شركات او هيعود على مستثمرين. عشان كده الدوله حضرتك بتتدخل لوجود عشان تقدم حزبه من تحفيزيه انسنتيف باكجز للقطاع الخاص والمستثمرين حتى تشجعهم وتحفزهم الدخول في هذا المجال، وان كان ممكن تدعمهم ممكن هي تدي لهم سعر فايده منخفض. في حاجه مهمه جدا موضوع الريسك موضوع المخاطر. الدول في موضوعات الطاقه الجديده والمتجدده بيبقى في مخاطر بتخلي المستثمر يا اما مش عايز يدخل في هذا المجال او بيحط بريميوم بيحط جزء زياده يقابل نسبه المخاطر اللي هو بيعمل لها تقدير بيسموها ريسك بريميوم. فالدوله تعمل ايه؟ هي عايزه الناس تستثمر في هذا المجال. والاستثمار في التغيرات المناخيه للاسف شديد القطاع الخاص 1.6% فقط من كل الاستثمارات الموجوده في التغيرات المناخيه كان من القطاع الخاص، وده الكلام اللي اتقال في كابس 27. نحفزه ازاي؟ يشيل جزء من المخاطر معاه، نعمل انا شراكه بابليك برايفت بارتنرشيب يعني شراكه ما بين المال العام والمال الخاص عشان تحمل المخاطر اللي بيسميها عندنا حضرتك في اقتصاديات البيئه دي ريسكينج، يعني نحن بنزيل المخاطر من على القطاع الخاص مش بس بنحفزه اقتصاديا لا وايضا بنتحمل معاه جزء من هذه المخاطر عشان يدخل جامد. فعشان كده قصه يعني ارجع بقى لسؤال حضرتك قصه الطاقه الجديده والمتجدده هي الحقيقه مش واضحه قوي لاي واحد بيعمل لها حسابات ماليه هنكسب كام وهننتج كام ونعمل. اوروبا علمونا يعني ان احنا منين نحسبها نحسبها بطريقه اقتصاديه وليست طريقه ماليه، وهنلاقي ان في النهايه هي مكسب مكسب لنا كلنا لان هي مكسب للمجتمع مكسب للكوكب مكسب للتنوع البيولوجي لنا كلنا وللاجيال القادمه. فانت حضرتك لما دخلنا في طاقه هذا الاستثمار الوحيد اللي الكل بيخرج منه كسبان ما فيش حد بيخرج منه خسران ابدا. هنتحمل زياده دلوقتي بس هذا استثمار في المستقبل مش ممكن نطلع منه خسرانين ابدا. فبتضمن طول الوقت استدامه للنوع ده من الاستثمار، استدامه طول الوقت لفرص عمل، استدامه طول الوقت لتنميه داخل المجتمعات، وحفاظ على الكوكب يحافظ عليه من الفناء الى ان تقوم الساعه بقى، ده موضوع قدري مش بتاعنا احنا. الكلمه اللي حضرتك قلتها الاستدامه هذا هو الشرط الاساسي، هو استدامه الموارد، استدامه الحياه على الكوكب. احنا في خطر والكلام ده يعني خطر قلناه. ان استدامه الحياه اكسيستنشال يعني الوجوديه يعني هي قضيه وجوديه، وبالتالي استدامه الحياه على هذا الكوكب شريطه ان احنا نبتدي نقلل استخداماتنا للطاقه التقليديه استخداماتنا استهلاكات من الموارد. حتى حضرتك ما عادش في موارد كتيره فابتدينا نشوف في النفايات بتاعتنا وناخدها كمورد اقتصادي يخش من اول دين. ده اللي احنا بنسميه الاقتصاد الدائري سيركل ايكونومي او الاقتصاد الاخضر. الاقتصاد الاخضر اللي هو العام، الاقتصاد الدائري اللي هي في المنشات لما بتيجي تعمل منتج جديد بتفكر ازاي ان تكون كلوز سيركت يعني ان المدخلات كمواد خام موارد اقتصاديه وبعدين بيعمل عمليات تحويليه وانتاج ثم تستهلك وانس ان هي انتفى
الغرض من الاستهلاك والمستهلك أخذ درجة إشباع بتتحول إلى نفاية. تقول لك لا، لا تتحول إلى نفاية، أنا مش عايز أستنى عشان أعمل ريسايكلينج، لا أنا عايز إن النفاية دي تبقى مدخل من أول وجديد بطريقة سهلة جدا. فبيعملوا إيه حضرتك؟ الديزاين بتاع المنتج بيبقى من الأول معمول في حسابه إن اللي هيخرج من هنا هيخش كفاءة اقتصادية عالية، سهولة ويسر، ودون أن يكون هناك آثار سلبية على البيئة. بمعنى أن البلاستيك لما بنيجي نعمله تدوير مش كل أنواع البلاستيك بتبقى صديقة للبيئة. في منها بيطلع غازات للأسف الشديد بتبقى مسرطنة زي الديوكسين والفيولا، وبالتالي النهاردة الديزاين بتاع البلاستيك، وإن كان ما عادش حد دلوقتي المفروض بيعمل البلاستيك، ولكن بياخد في الاعتبار إن لما بنيجي نعمل له إعادة تدوير بيبقى بسهولة ويسر وبكفاءة اقتصادية عشان ما يكلفناش كتير، وإلا الناس هتروح تعمل بلاستيك جديد مش هتاخد القديم. فدي نقطة احنا بنفكر فيها، الاستدامة. حضرتك لمست يعني لب الموضوع فعلا، الاستدامة في كل شيء. دكتور علاء، يا بختي اولا بمحاضرة اكتر من رائعة، اكتر من رائعة بالنسبة لي، انا استفدت جدا قوي خالص، واظن كمان مشاهدينا قدروا ان هم يفهموا القصة بمنتهى السهولة واليسر والسلاسة. نورتنا وشرفتنا، واتمنى اتمنى ان احنا نشوف حضرتك كتير، اتمنى ذلك بجد. ألف ألف شكر ليك يا دكتور علاء، كل الشكر لضيفنا العزيز دكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس. تصدق بقى دكتور علاء، خليني قعدت قلت إيه، يا ريتني كنت كملت في الاقتصاد البيئي. أه والله، لكن على كل الملحوقة يعني لسه فيه في العمر بقية الواحد يقدر يعمل يكمل دراسات عليا في هذا النوع من الاقتصاد، قال يعني الواحد عنده وقت. للأسف خلصت الحلقة لحد كده يا سادة كرام، ثواني يخش لكم حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.